رجعنا لكم مع سيرين، اهلا وسهلا ومرحبا بيك. رسامه مبدعه، خريجه المعهد العالي للفنون الجميله، باقي قاعده تقرا وباقي قاعده تكمل في المشوار على طريقتك الخاصه. نورتنا يا سيرين، مرحبا. عايشك. باش نحكيو شويه على نظرتك ربما الابداعيه الفنيه. اخترت انه اي لوحه فنيه تحمل امضاء سيرين طرابلسي تكون من خلال تجميع الخرده والا الفضلات، اللي من المتوقع انه تمشي للقمامه، لكن انت حولت الوجهه وخلقت لها نفس وحياة جديدة. أول حاجة، علاش هالفلسفة ربما والنظرة الإبداعية متاعك، ومنين جيت وقت جيت وكيفاش جيت؟ هي كيف جيت ساعة أنا عمري ما كنت نتخيل روحي اللي أنا باش نوصل نخدم أعمال فنية بالخردة وبالحاجات اللي العبيد يطيشوها جينيرالمون في البوبيل. أن فيت بديت الحكاية كيف دخلت للمعهد العالي للفنون الجميلة، عامت دوزيام اني ليسونس نتاعي في اتولي اسمه انيسياسيون على ريشيرش. دونك لي بروف وقت عطاونا كونسيبت اسمه لا ريكوبيراسيون. دوكو انا بديت في البحوث في نتاعي ونشوف شكون هم الفنانين اللي خدموا على الرسكلة، حتى نحاتين اللي يخدموا حتى على الخزف والكل. انا عجبني ككونسيبت كخدمه والكل، وبيسكو انا زي ملي صغيره مغرومه نخدم في لي بورتري. دونك كيف تخيلت في مخي حسيت حاجه صعيبه برشا، وانا نحب الحاجه الصعيبه الحقيقه. دونك حاولت نخدم بورتري نتاع فنان يخدم بالرسكله، هو زيد اسمه ارمان فرنانديز. خدمت له البورتري نتاعو هو بور لو روند هوماج، يعني وقتها تكريمو دي تكريمو فوالا. دونك وعلاش اخترت انها تكون سنيتك من بعد؟ من الاول كان اكتشاف من خلال الاتوليي هذا في دوزيام اني فاك نتاعك، وانت خرجت المعهد العالي للفنون الجميله، لكن ما وقفتش الحكايه غادي، كملت بها وكملت معها لوحاتك اليوم ولا لوحاتك الفنيه اللي تحمل امضائك، منوره العديد من النزل الفاخره والعديد من الفضاءات، وبالتالي شديت انتباه الناس بالبصمه هذه وبالتوجه هذا وكملت فيه رغم الصعوبه نتاعه. عملناه في مشروع التخرج نتاعي، الأستاذة نتاعي قالت لي راهي خدمتك ما شاء الله حلوة على الأخر، وقالت لي أنا فيك تنجم تقدم فيها، تنجم تكون حتى الوصمة نتاعك. يعني يا أخي وقتها اخترنا أنا وياها باش نخدموا على الموضوع نتاع أوتو بورتري اللي هو رسم ذاتي لوجهي أنا بالرسكلة. عام كامل عديته صعيب على الاخر الحقيقه. علاش؟ شنو الصعوبيه؟ الصعوبيه في انك تلم الخرده والفضلات، ولهنا سؤال اللي يفرض روحه، خدمت الخدمه هذه وحدك انت كنت تدور، والا تم تجميع هالفضلات وهالخرده من قبل الجروب، انت نسقت معاه وانت خدمت معاه، وانت ربما قلت لهم حاجتي بكذا وكذا، خاطر اللي نشوف بلاستيك، نشوف قطن، نشوف حديد، كل انواع الفضلات والخرده موجوده في اللوحات وال الابداع نتاعك، بالتالي كيفاش كانت عمليه الجمع لهالفضلات والخرد؟ فما جنود الخفاء برشا برشا امنوا مشروعك برشا، اكثر من 80 عبد كانوا فريمون بالحق. نوجه لهم تحيه كبيره، عائلتي، امي، اختي با في الغربه، تحشتهم برشا. تحيه كبيره ليك يا فرشينا. كيف كيف ما حتى اساتذه من الفاك. إيه انت كنت تقول له نحب هكا نحب هكا، والا هما يجيبوا وانت تفرز من بعد؟ من الاول انا ما كنتش عارفه روحي شنو باش نخدم بالضبط، ولا شنو مال الالوان باش نخدم بهم. دونك نقول لهم جيبوا على بعضه اي حاجه. بعديك كي قررت باش نخدم وشنو باش نخدم وشنو مال الالوان باش نخدم بهم، وقتها بديت تعرف انت سيرين لهنا جاوبتني على سؤال، خاطر انا كي شفت اللوحات وشفت الابداع وانت بالوهله الاولى وبعينك بالعين المجرده وقت تشوف، تحسه كانه ريشه وماء والوان، ما تحسش انه خرده وفضلات ودباء ختام تاع دبوسه بلاستيك والا خيط ولا قطنه والا لوحه ولا وقيده. لهنا انت كي باش تعمل مثلا تصويره ولا بورتري ولا لوحه، تحدد شنو باش تعمل ومن بعد تحدد الالوان والمواد الاساسيه، والا العكس، المواد الاساسيه والالوان اللي فيها والماتيغ اللي فيها هي اللي تحدد الموضوع ولا البورتري ولا التصوير اللي باش تعمل تحمل امضائك. انا كسيرين طرابلسي من الاول نختار الموضوع ولا التصوير اللي باش نرسمها قبل، باش نعرف روحي انا اسكو نستحق حديد، نستحق خشب، نستحق اللون الاحمر الازرق، شنو بالضبط. واما اسهل
انه تتعامل مع الحديد، تتعامل مع اللوح، تتعامل مع البلاستيك، تتعامل مع الخيط، مع القطن، ان هي الماده اللي لقيتها مانيابل ومطوعتك اكثر في عمليه الابداع. برشا فما القماش، البلاستيك، اللوح، بريسك معناتها المواد الكل. وقديش من ساعه تعديها او انت بيشتخدم لوحة؟ على خاطر نحكي على تجميع فضلات، على فرز فضلات، على رسكلة متاع حاجات يلزمها تتطوع وتكون موجودة في إطار وفورم أو شكل باش تعطيني، خاطر أنت خدمت على بورتري وكل واحد عنده تقاسيم وعنده شكل، يعني خدمة أكثر، وبالتالي بلغة الأرقام قديش من ساعة تقعد في كل لوحة؟ برشا برشا، مانيش باش تحسب لك سوايع على اللمان وتوصي في صحابك وتكلم وكل، خاطر هذيك الحاجة اللي عايشين في ديبرسيون. أنا عمناه، والخاطر أنا في عادة ما نطلبش حاجه من عبد، نلقى روحي انا عمناه ونطلب في الخرده وفي القربج من دار العبيد، معناتها سيرين شبيك. دونك كيف تعديت لي تاب نتاع البراتيك، الخدمه اللي لوتو بورتري فيو دو 3 كار، يعني اللي هو وجهي انا بالاكحل وبالاحمر والالوان الترابيه، هذيك شدني اكثر من 100 ساعه خدمه، خاطر كيما البوزل معناتها تهبط تهبط تقرب تبعد تشوف من بعيد تجرب هكا تحط القطعه هذه من هنا تقلبها تحرق تكسر حاجات، راهي خدمه صعيبه مش كيما بيع. على قد ساعات العمل، على قد التكلفه، وقت اللي انت باش تبيع وتتعامل مع متلقي باش تقول له مثلا لوفر هذه باش تتباع ب 500 ولا ب 300 ولا ب 400 ولا اللي هو، تلقى انه فما وعي من قبل التونسي ربما بساعات العمل وبالخدمه الكبيره والجباره اللي خدمتها، والا باقي ما فماش وعي باهميه مثل هالتجديد والتطوير في الخلق والابداع والعمل الابداعي برمته كفكره. اي العباد كلها معناتها عجبتهم الخدمه، ولاو حتى عباد ما نعرفهمش يكونتاكتيوني ويلمولي وتنجيبولك ومشجعيني بالكدا. الفرصه لهنا لكل الناس اللي عندهم خرده واللي تنجم انت تطوعها، كيفاش يجمو يتواصلوا معاك ويعطيوك هالخرده؟ يبعثوا لي ميساج على الكونت فيسبوك نتاعي سيرين ترابلسي، حتى تصويرتي معناتها فيديو 3 كار اللي انا خدمتها بالقرب زاده كيف، وإلا على انستغرام سيرينارت سي، يعني اس اي ار اي ان او. وعامله دب باش تلم فيه الفضلات هذه كلها ولا في بيتك؟ في بيتك. في بيتي. ان شاء الله تكبر الامور واللي عندك دب ويصير فيه. امنيتي ديجا، خاطر كل ما يبدا عندي اسباس هكا اكبر كل ما نجم ناخذ راحتي في الخدمه اكثر. ناكد لك، ناكد لك، ناكد لك خلال السنوات القليله القادمه كان الدنيا عاودة خليتنا نتلقى باش يكون فما اتوليه باش يكونوا معاك ناس ان شاء الله. خدمتك اكبر دليل على الجوده وعلى الخلق والابداع، حاجه ماهيش سهله. عبره مش كيما يراو العباد. نعرف نعرف نعرف، اما بقدره ربي ستكلل بالنجاح. لهنا انت الثانيه اللي اخترتها باش تحلك الباب ربما الشراكه مع جمعيات، مع مؤسسات حكوميه والا دوليه تعنى بالبيئه والتنميه المستدامه من خلال الرسكله والكونسيبت نتاع الرسكله والخرده واعاده تاهيلها وتصنيفها. هذا ميدانيا قاعدة تلمس فيه، تم التواصل معك مع جمعيات، مع ناس ربما دولية حتى من أجل الفون لتمويل مثل المشاريع هذه ولا لا؟ من قبل جمعيات لا. لا أنت ما حاولتش لا. أنك تسوق وتبيع المنتوجك على أساس هذه فكرة رائدة وجديدة ومتجدة وأنا الوحيدة ربما وإلا من القلائل اللي قاعدين يخدموا فيها؟ لا، انا ملي نجحت في المشروع التخرج نتاعي الخدمه نتاعي ديما يكلموني عليهم باش نكسبوزيهم ديما، وفما فيرنيساج وحاجات هكاك، مي يجيو معناتها برشا صحفيين يكونتاكتيو فيا، برشا صحفيين باش يعملوا دي ريبورتاج وحاجات هكاك مهنيه معناتها والكل، مي جمعيه تبعين البيئه ولا تبعين الثقافه لا. به سيرين، شنو الكلمه اللي تقولها لكل الشباب التونسي اللي ربما يخاف من التحديات؟ خاطر انت اللي مشيت فيه والثنيه اللي مشيت فيها ثنيه فيها برشا تعب تحديات وصعوبات، لكن ستعطي اكلها خلال السنوات القليله القادمه وحتى توا ميدانيا من خلال اللوحات اللي موجوده كما قلت انت في النزل والا في المعارض وغيرها من المناسبات. دونك شنو الكلمه اللي تقولها؟ خاطر سنيتك مش سهله. امنوا بروحكم، خاطر بالحق كان العباد كلها تؤمن بيك وانت ما تؤمنش بروحك ما توصلش الجملة، ما كان العكس انت الوحيد تؤمن بروحك وحتى حد ما يؤمن بيك وقتها انت توصل، وقت الناس الكل تخيط لهم فيهم. مي بالحق الكلمه هذه، الكلمه هذه اتاكد انك تعرضت ربما في فتره من الفترات للتهكم للسخريه على اساس واش قاعده تعملها.
اي لكن انت حاولت انك تسكت في الخدمه نتاعي، لكن توا تنجم تتكلم. نتكلم وراسي مرفوع زي. والله انا فرحانه برشا انك موجوده معايا سيرين. عايزك. انا تمنيت لو اللوحات كانت موجوده باش الناس عن قرب تشوف هل خلق والابداع والابتكار الكرياتيفيتي الموجوده في لوحاتك شيء يعمل 66 كيف. نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. عايشك. نورتنا، مرحبا بك، وان شاء الله مره اخرى تكون موجوده بك لي بورتري. نشكركم انتم ساعه اللي استدعيتوني. مرحبا، تنورنا. ونشكر زيدا كل عبد يتفرج فيا، ما شفتوه من بكري وهي قدمت له السنه فيا، صحابي الكل وعائلتي وخاصه زيد صاحبتي اللي جاوا لهنا. تحيه كبيره للبنات اللي معاك لهنا واللي نورونا زيد بالحضور. انا نتمنى لك كل الخير وان شاء الله مزيد التالق، وان شاء الله تجي شراكات مع جمعيات دوليه تعنى بالرسك لاي امشي فيها ثنيه وتشوف البيبان اللي تحل ان شاء الله. فكره من الافكار هي كل مره تجي فكره، كل مره يجي ديكليك، لكن امشي فيها ثنيه باش تحلك برشا بيبان. اي تو فوار دونك سيرين ترابل رسامه مبدع خريجه المعهد العالي فنون جميله، شكرا لك على الحضور، كانت موجوده وحكيت على الفن والطريقه الابداعيه الخاصه بها المعتمده بالاساس على الخرده وعلى رسكله الفضلات اللي من المفروض انه مآلها ومصيرها بوبال حاشاكم، لكن هي اختارت انه يكونوا رمز من رموز الابداع والابتكار.